منظر معين اللي هو محمد صلاح في ماتش ليفربول في اول 5 دقايق الارسنال جايب جول صح زي ما حصل. لا الناس تماسكت ولعبت كوره بالنسبه لنا اللي احنا شفته وخلاص. انت في ظروف معينه انا عجبتني اللي انت جبت سيره ماتش ليفربول وارسنال يعني اتفرجت عليه النهارده شفت الكره بتاعت ضربه الجزاء مع عصابه الاثاره والترصد. هتقول يا جماعه الصور تاني بس عشان عايز اخد من الكابتن ميمي تعليق عليها. ضربه جزاء الصوره بتاعت لقطه ليفربول النهارده ضربه جزاء ضربه جزاء. ازاي يا كابتن ميمي ازاي ما اتحسبتش؟ ما هو ما انت بقى ده الحكم بقى زي ما هنا بقى واحنا كمان هنا هناخدها مثلا. ايه ده يا كابتن ميمي؟ لا ضربه جزاء. احنا طبعا ما بنجيبش الفيديو عشان ما عندناش الحقوق. لا ضربه جزاء طبعا. بس بص المنظر انا شفتها انا اتفرجت على الماتش. انا جالي سؤال دلوقتي في بالي هو انت لو واقف على الدكه بره وانت مدرب ليفربول هتعمل ايه؟ بصراحه ما انت حاجه ما هو بقى في الاخر بقى الحاجات دي بقى ايه بتسمع انت بقى يقول لك دلوقتي ايه تقدير الحكم والموضوع ده يقول لك بقى احصل عندنا دلوقتي ويقول لك شوف بقى الحكم بتاع اوروبا ما حسبهاش والحكام عندنا خدت بالك الاستغلال انت هتعمل ايه يا كابتن ميمي في اللحظه انا متخيلك انا بصراحه متخيلني انا انت هتنزل للحكم تقول له فين الفار هبقى هادي لا هادي ازاي لان خلاص جربت اصل توقفت كتير توقفت كتير فمش هتعمل حاجه لا بس كنت صعبه انا بقول انا لو في المدرجات مش واقف تحت كده هتجنن كوره صعبه جدا انا حصل